تبرع من أجل الحياة، ماذا لو كنت مريض؟ أو كان أخوك أو أختك أو أبوك أو أمك أو طفلك مريض ومحتاج جزء من جسم أي إنسان متوفي علشان يقدر يعيش؟ طيب ماذا لو ابنك اتولد بعيب خلقي ومحتاج لجزء صغير علشان يقدر يشوف ويعيش حياة أفضل؟ هل كنت تتمنى أن تلاقي حد يتبرع له وينقذ حياته ويخليه يعيش بطريقة أفضل؟ التبرع من أجل الحياة هو فرصة للإنسان علشان يعيش بشكل أفضل. أحب أقول لمجتمعنا العربي إنه إحنا بنحتاج إنه إحنا نكون نشطاء أكتر شوية في موضوع التبرع بالأعضاء. أنا شخصياً من الناس اللي استفادوا من عمليات نقل الأعضاء. أنا أخذت كلوة. في ناس كتير بيتساءلوا عن حالة توقف المخ عن العمل وتوقف القلب. ده لأنه القلب فيه قدرة طبيعية إنه يعمل بدون إشارات عصبية من الدماغ. الحكاية دي بنلاقيها كتير جدا في العناية المركزة. لما الناس بيحصل لهم حوادث كبيرة وينتهوا في العناية المركزة بيحصل مرات كتير إنه الدماغ يتوقف عن العمل ولكن تستمر القلب في العمل وباقي الأعضاء في العمل. الحالة دي اللي هي حالة توقف العقل عن عمل دي حالة ليها تعريفات دقيقة جدا ومش سهلة، تعريفات منصوص عليها في القانون. لابد أن يشخصوها 2 أخصائيين على مستوى عالي جدا من التخصص. عملية إزالة الأعضاء من الناس اللي توفوا دول ما بتسيبش أي آثار عليهم، بحيث أنه بعد إزالة الأعضاء الأهل ممكن ييجوا ويشوفوا المتوفي بيشوفوه طبيعي خالص زي ما هو. يستحسن أنه الإنسان يشرح للعائلة بتاعته رغبته في أنه يكون متبرع بأعضائه، لأنه محدش فينا بيعرف إمتى هيتوفى وهيتوفى إزاي. عدد اللي بيتوفوا بطريقة بحيث أنه نقدر فعلا ناخد منهم أعضاء مش كبير، بينما الحوجة كبيرة جدا لأعضاء. فمثلا احنا عندنا في الليست فوق 1400 شخص منتظرين أعضاء. أنا عاوز أقول هنا أنه في أستراليا عندنا الحكاية دي منظمة جدا، مفيش أي علاقة بين الأطباء اللي بيعملوا في العناية المركزة ودول هم الناس اللي بيشرفوا على أغلبية الناس اللي بيكون عندهم موت في العقل بحيث أنه يحتاجوا أنه ناخد منهم الأعضاء، وبين الأطباء الجراحين اللي بيشيلوا هذه الأعضاء من الناس دول، والأطباء اللي بيقوموا بنقل الأعضاء دي داخل المرضى اللي بيحتاجوها. مفيش أي علاقة بين الثلاثة فئات دول. واحدة من الأعمال اللي الإنسان هيكون أكيد عنده ليها، يعني هو بينتهي لكن أعضاءه بتستمر، بتعطي حياة لإنسان تاني لمدة طويلة تاني، وبالتالي بيكون مفيد للمجتمع كله. بسم الله الرحمن الرحيم. في القرآن نص يقول: وكتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. النص يتناول جزئيتين، يتناول العدوان بالشر على الآخرين ولو على واحد فقط، ومن فعل ذلك فكأنما قتل الناس جميعا، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والتبرع بالدم، التبرع بالأعضاء، هو نوع من إحياء نفس الآخر، وبالتالي فالإسلام يحض على ذلك ويحبزه ويشجع عليه. صدرت فتاوى من عدة مجامع علمية محترمة، يعني كلها مجامع أكاديميين ومجامع محترمة وبتعتبر مصادر للفتوى. صدرت أكثر من فتوى ونوقش الموضوع التبرع بالأعضاء في أكثر من مؤتمر، وكانت النتيجة أنه جميع المؤتمرين أقروا بالتبرع بالأعضاء، لم يقروا بيع الأعضاء وإنما أقروا التبرع بالأعضاء وشجعوا عليه ودفعوا الناس إليه، وبتعتبر مكرمة من المتبرع للمتبرع له،
ولها عند الله أجر كبير ومثوبة كبيرة، لأنه أحيا نفسا وساعد على ساعد إنسان على أنه يعيش حياة بشكل مستقر. نعم. وبالتالي قضية التبرع قضية تبادل المنفعة، المتبرع يقدم عضوا ويدل ذلك على الإيثار وعلى حب الخير للآخرين، ويعني ربنا سبحانه وتعالى يرعى هذا المتبرع، وبالتأكيد يعني سيكون له الأجر والثواب ولن يضيع عمله إن شاء الله عند الله. يمكن لبعض الناس أن يتصور أنه يعني إذا تبرع بعضو من أعضائه سيبعث يوم القيامة هو ناقص إيد أو ناقص عين أو ناقص رجل أو ناقص كلى. ده طبعا تصور ساذج، يعني لأنه نحن فيما بعد الموت ننشأ نشأة أخرى، والقرآن بيقول وننشئكم فيما لا تعلمون. في فعل الخير لا يفرق الإسلام بين مسلم وغير مسلم، لا يفرق. وفي التبرع والتبرع بالأعضاء بالقطع هو من فعل الخير، فلا تفريق أبدا بين مسلم يدي واحد غير مسلم أو يأخذ من واحد غير مسلم، لأنه يعني هذه المسائل نحن بيننا بين البشر جميعا وحدة بيولوجية من ابتداء من آدم أبو البشر لآخر واحد هيعيش على الأرض، هناك وحدة بيولوجية واحدة لا تختلف عن في المسلم عن المسيحي أو اليهودي أو أي صاحب دين أو من لا دين له، هناك وحدة بيولوجية خلقها الله هكذا. الوحدة البيولوجية دي بتخلي الإنسان يعني إذا أخذ عضوا من شخص آخر مختلف معه في الدين أو مختلف معه في الجنس أو مختلف معه في اللون أو مختلف معه في البيئة والوطن أو مختلف معه في اللغة، يعني هذه لا دخل لها على الإطلاق في عملية التبرع بالأعضاء، لكنها ليست قضية دينية وإنما هي قضية طبية بحتة. وبالتالي فلا حرج أبدا أن يتبرع المسلم لغير المسلم، ولا حرج أبدا أن يأخذ المسلم عضوا من إنسان غير مسلم. والناس جميعا النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن العبادة إخوة، أشهد أن الناس إخوة، ونحن جميعا من آدم. اختلاف الأديان لا ينفي أخوتنا، لا ينفي إنسانيتنا، لا ينفي أن لنا مصدرا واحدا. بقول إن ده من أكبر أعمال الخير ومن أكبر أعمال البر، وهو نوع من الإيثار ودليل على مروءة الإنسان ودليل على إنسانيته. وأنا واثق إنه جماهير المسلمين عندما ترى هذا التسجيل سيقبلون على التبرع، لأنه إحنا قد نحتاج أن نأخذ أعضاء من بعض الناس الآخرين، كذلك لابد أن نعطيهم إذا جاءت الفرصة. المسلم ليس لا يعيش لنفسه فقط، المسلم لا يأخذ فقط وإنما يأخذ ويعطي، يعني المسلم جزء من المجتمع الإنساني وجزء من العالم الذي يعيش فيه، وبالتالي لابد أن يكون فاعلا ومؤثرا، ولابد أن يكون له عطاء ملموسا خصوصا في مجال يعني مجال حماية الحياة والمحافظة عليها ومنح الآخرين فرصة للعيش ولو بجزء من الإنسان. وده مكرمة كبيرة جدا وهي محمودة عند الله وعند الناس. عملية نقل الأعضاء من الشخص المتوفي إلى الشخص الميت مباحة في الدين الإسلامي، شرط أن يكون ذلك تبرعا لا بيعا. وفي الآية الكريمة يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. التبرع بالأعضاء شرط أن يكون طوعا وأن يكون الإنسان في حالة صحية وعقلية تؤهله لاتخاذ قرار من هذا النوع، وعليه أن يعلم أهله. ونتمنى على الأهل أن يحترموا إرادة المتوفي، لأن ذلك يعتبر صدقة جارية لما فيه خير ومنفعة للإنسان الحي وأجر وثواب للمتوفي. الكتاب المقدس القضية دي ما كانتش مطروحة من زمان قوي، لكن روح الكتاب المقدس تقولنا أن التبرع بالأعضاء دي قضية مقبولة جدا في المسيحية.
مفيش أجمل من وصايا المسيح له المجد في إنجيل يوحنا، يقول وصية جديدة أنا أعطيتكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبوا بعضكم بعضا. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل أحد نفسه لأجل أحبائه. المسيح له المجد، هو فدانا على الصليب وأعطانا مثل للحب والبذل. الحب ده كان موجود من القدم، لكن المسيح قدمه لنا بصورة جديدة في قضية البذل. الناس اللي بتفتكر انها ما تتبرعش بالاعضاء علشان تحتفظ بجسدها الجسدي زي ما هو لغايه يوم القيامه، اعتقد دي فكره سطحيه. بعد كده بالفداء ربنا اعطانا جسد مقدس ممجد للحياه الابديه. الحياه المسيحيه مش مجرد كلام، المسيحيه هي عمل وعطاء حقيقي، والبذل الحقيقي هو دي دلاله الحب الحقيقي والايمان الحقيقي. مسيحنا له المجد قدم نفسه علشاننا، القليل اللي نقدمه ان احنا نقدم للاخرين ايضا. التبرع بالأعضاء ده أمر اختياري، الكنيسة بتشجعه، بس في شروط معينة يجب أن تتوافر. إن التبرع ده ما يؤديش بوفاة المتبرع. الأمر الثاني يكون أمر اختياري وليس إجباري. آية جميلة في رسالة كورنثوس تقول المعطي المسرور يحب الرب. الأمر الثالث إنها تكون هبة، مش للتجارة أو للاستثمار أو بأي شكل من الأشكال. اللي بيتبرع بأعضاء ده بيتمثل بسيده المسيح له المجد، اللي قدم نفسه علشاننا. أي كرامة تكون للإنسان اللي بتشبه بسيده؟ أكيد اللي بيعمل حاجة زي كده ربنا يعطيله كرامة فوق كرامة وبركة فوق بركة. ما نخافش من حاجة زي كده، الجسد للتراب والروح بتعود لخالقها، الجسد ما بيتألمش بعد الموت، وده إيماننا وده عقيدتنا. نشجع أولادنا كلهم إنهم يساعدوا الآخرين، ربما الأمر ده يعطي حياة لآخر، تمتد لحياته، وفي الفترة دي يعرف ربنا، تكون بركة حياتنا نشهد بيها لربنا حتى بعد موت. الإيمان المسيحي بيشجع على أهمية التبرع بالأعضاء، ولا سيما لأنه موضوع ورسالة الإيمان المسيحي هي الحياة وقدسية الحياة. يمكن مفيش نصوص واضحة بتتكلم على موضوع التبرع بالأعضاء، لكن من روح النص ونفهم أهمية هذا الأمر. الكتاب يشجع على العطاء، مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. المحبة الحقيقية والإيمان المسيحي هو إيمان الحب والمحبة البازلة المضحية، والنموذج الأعظم هو شخص المسيح الذي أعطى حياته لأجلنا لكي يكون لنا حياة ونعيش به. فالإنسان هو تاج الخليقة، والإنسان خلقه الله على صورته ومثاله في أفضل حاله، وجاء المسيح ليكون لنا حياة ويكون لنا أفضل. ومما لا شك فيه لن تكون لنا حياة أفضل مع المرض والمعاناة والشقاء، وإحنا بإيدينا نشجع أحدنا الآخر. أهمية التبرع بالأعضاء مهمة جدا لعدة أسباب. السبب الأول هو أنك بتضيف أو بتساعد في استمرار حياة إنسان آخر، وأنك بتساعد على رسم فرحة وبسمة في حياة أسرة بتعاني وبتواجه خطر المرض الشديد. والأمر الثالث أنه هذه الأعضاء، عندما يقول الكتاب المقدس أن الإنسان من تراب وإلى تراب يعود، هذه الأعضاء في مصيرها إلى الهلاك ومصيرها للفناء، هي كلها دود. فمن الأفضل جدا أن أنا في حياتي ساعد في استمرار حياة إنسان تاني، يمكن بتقديم بعض أعضائي بعد انتقالي أو وفاتي يساهم في استمرار حياة 4-5-10 أفراد بكما ما أستطيع أن أقدم من أعضاء تصلح له. مهم جدا في موضوع التبرع بالأعضاء، سواء من حي إلى حي أو من متوفي لحي بعد موته، مهم جدا توافر بعض المبادئ والشروط اللي بنستمدها من روح النص الكتابي. الأمر الأول، قرار التبرع بالأعضاء هو قرار إرادي واعي يتخذ الفرد بمحض إرادته. يجب أن لا يكون هناك تأثير بأي شكل من الأشكال على المتبرع، سواء بضغط. الأمر الآخر، عدم الاتجار بالأعضاء، مش أمام سلع. الجسد هو ملك الله والحياة هبة الله. أنا عايز أشجع كل أسرة، كل شخص بيستمعني ويشاهد هذا البرنامج، أنه موضوع التبرع بالأعضاء موضوع مهم، والكتاب المقدس زي ما قلت بيشجعنا على هذا الأمر. وإذا كان الكتاب المقدس لا ينسى كأس ماء بارد، فكم وكم يكون المساهمة في إنقاذ حياة إنسان، مساهمة في حياة أسرة. قد يكون الإنسان ده رب أسرة أو زوج أو أخ أو أخت، ومهم جدا أن نكون وأنا بفكر في العطاء أن نحط نفسي مكانه. حياتنا غالية جدا ومقدسة جدا،
والمساهمة في إنقاذ حياة إنسان، أنا بعلن محبتي لربنا بشكل عملي، محبتي للآخر، ولما يجي الرب ياخدنا هنكون كاملين، لأنه الكتاب يعلمنا أنه سيغير شكل جسد تواضعنا هذا، هذا الجسد الفاني الترابي سيعود للتراب، لكن عندما يأتي المسيح ثانيا سنلبس أجساد ممجدة ونكون مع المسيح كل حين بصورة كاملة حقيقية. من ساعة ما قالوا لي ان انا عندي كيدني فيلير وقالوا لي انت هتحتاج زرع كلى يا اما تقعد على الغسيل الكلى، فمن ساعتها عرفت ان في حاجة اسمها تبرع بالاعضاء ونقل وزراعة كلى. كان في توتر وقلقان على مستقبل اولادي، مستقبل الاسرة، والدي اللي انا كنت بعوله. طبعا ده كان عامل لي حاله من الانزعاج شديد قوي. كنت ماسك يعني شغل وكده، واضطريت طبعا ان انا اسيب الشغل للوضع الصحي، فخسرت الشغل بتاعي لان ما كنتش بقدر ما بين غسيل الكلى وما بين الشغل، فكان الحياه صعبه خالص، فاضطريت ان انا اسيب الشغل، وده اثر عليا ماديا، فكانت الحياه متعبه وصعبه. بعد عملية الكلى أول فترة كنت قلقان برضو، لحد ما طمنت إن ده العملية ناجحة والدكاترة طمنوني قوي، وابتديت أشوف الحياة مختلفة خالص. ابتديت أرجع لنضارتي تاني، كنت كان قبل عملية الكلى كنت ضعيف خالص، ابتديت أرجع أعيش حياة طبيعية، أكل وأشرب برياحة جدا، ابتديت أخرج مع أصحابي، ابتديت أتمتع بالحياة مع أسرتي تاني. كل ده فرق معايا طبعا بعد زراعة الكلى. أنا بشجع كل واحد إن هو يتبرع بالأعضاء، لأن دي انت بتساعد انسان تاني انه يعيش، ف اذا كانت الحياه هي عطيه من ربنا، فان احنا نساعد ناس تانيه ان هي تعيش فدي حاجه مفرحه لربنا، فلازم ان احنا نساعد الاخرين، ان احنا نديهم فرصه للحياه تاني، وندي فرصه مش بس ليهم، لاسرهم كمان انهم يفرحوا ويكون عندهم امل في انهم يعيشوا اكتر. هناك حقائق معرفتها تساعد على اتخاذ القرار لتصبح متبرع بالأعضاء. أستراليا حققت أعلى النتائج عالميا في زراعة الأعضاء. في أستراليا لابد من مناقشة الموضوع مع العائلة. الأديان تدعم التبرع بالأعضاء كعمل نبيل لمساعدة الآخرين. لم يعد التسجيل على رخصة القيادة كما في السابق، لذلك إذا أردت التسجيل للتبرع بالأعضاء اذهب إلى الموقع humanservices.gov.au، ولمعرفة المزيد من المعلومات اذهب إلى الموقع donatelife.gov.au. قرارك يساوي حياة.